طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نلتقي وإياكم بحوار جديد مع السيد ستيوارت جونز سعادة السفير الأمريكي في بغداد. أهلا وسهلا سيد جونز. شكرا جزيلا، أنا أتشرف بمقابلتكم وشكرا في مقابلة في برنامجكم. دعونا ننتهز هذه الفرصة لأحيي وهنأكم لرمضان كريم، وكذلك أود أن أعبر عن تعازينا بالنيابة عن سفارتنا وحكومتنا بفقدان العميد الطيار محمد رشيد في ولاية أريزونا خلال تدريب. كان العميد طيارا رائدا، والأمريكيين الذين كانوا يتدربون معه أعجبوا به كثيرا، ونحن آسفين جدا لفقدانه. شكرا جزيلا. بداية سعادة السفير، نبدأ مع يعني مشروع القرار الأمريكي ومشروع القانون الأمريكي الذي ينص على تسليح البيشمركة والمكون السني. القرار جوبها باعتراضات من قبل بعض الأطراف العراقية وتم التعديل عليه. هنالك من يقول أن يعني القرار قد يعدل ليتم تسليح البيشمركة بشكل مباشر بمفصل عن بغداد، وقد يعدل لتسليح العشائر السنية بمتابعة ولو يعني غير مباشرة من قبل الحكومة العراقية. يعني ما الذي يعني حصل في مشروع القرار؟ في الأسبوع الماضي في مجلس الشيوخ التعديل اللي ذكرته، وهي فكرة أنه تزويد الأسلحة إلى البيشمركة مباشرة في الإقليم والتسليح السنية مباشرة، كان خسر طبعا، لم يتم التصويت عليه. والإدارة الأمريكية لديها موقف ثابت واضح أن جميع المساندة التي تقدمها أمريكا إلى القوات الأمنية سواء كانت البيشمركة أو القوات الأمنية العراقية والعشائر السنية، جميعها يجب أن تمر من خلال الحكومة العراقية. نحن نساند سيادة ووحدة العراق، وهذه طريقة هي تؤكد أن جميع المكونات أو العناصر الموجودة هي تحصل على المساندة لمكافحة داعش. ونعتقد أن الطريقة مثلى هي من خلال تقديم المساندة والمساعدة من خلال الحكومة العراقية لتحقيق ذلك. نعم، يعني أنا كان قصدي بعد القرار هنالك كانت مداخلة لبعض الأعضاء في الكونغرس، يعني قد يعدل القرار بأن تسلح البيشمركة بشكل مباشر. يعني ما الذي حصل؟ انتهى الأمر يعني أم أن هنالك مناقشات جديدة؟ نعم، إن العملية في أمريكا هي شوي معقدة. لدينا الآن هي لدينا مشروع قرار. مجلس الشيوخ الصيغة هذه طبعا رفض هذه التعيين، وهي التي تنص أنه تقديم مباشرة إلى البيشمركة. لكن الكونغرس اللي هي مجلس النواب يعني هي يتم مناقشتها وليست واضحة. فالجانبين عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب أن يتفقوا لتكون اللغة هي موحدة. لذلك هؤلاء الذين يودون أن يناقشون في تسليح البيشمركة مباشرة أو السنة لديهم فرصة أن تقديم فيها مشروع هذا القرار. لكن كما ذكرت أن الإدارة الأمريكية الرئيس هو يعارض هذا النص، والآن يتم مناقشتها وخسرت التصويت أكثر من مرة. لكن أنا أعتقد أن أحسن شيء هو للاستمرار في مساعدة البيشمركة وكذلك مساعدة المقاتلين السنة العشائر هي من خلال الحكومة العراقية ومن خلال القوات الأمنية العراقية. طيب، في موضوع آخر، موضوع المصالحة الوطنية. يعني بعد احتلال داعش لبعض المناطق العراقية في صلاح الدين والموصل والأنبار، هنالك من يتحدث عن فجوة ما بين المكونات العراقية. نسأل هنا، هل للإدارة الأمريكية دور في يعني إقرار أو ترتيب مؤتمر للمصالحة ما بين الأطراف العراقية؟ طيب، أعتقد سمعني قلت أنه في سؤالك هذا هو دور للشعب العراقي ليتخذه. أن الولايات المتحدة لا ترى نفسها في وسط بين المكونات العراقية، هذه شؤون
على العراقيين أن نناقشها وتجاوزها. ولكن دعنا أقول ذلك، عندما قال دولته حيدر العباد أصبح رئيس الوزراء، قدم خريطة طريق مخطط لمصالحة الوطنية، وحصل على مساندة من هذه الخطة من قبل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وكذلك مساندته تمت من قبل البرلمان بشكل كبير. والآن إنه طبعا هذا عمل سياسي صعب، ونحن نتوقع هذا الشيء، ونحن كذلك الوضع في أمريكا فمن السهل أنه تشرع قانونا ما وتثير تعديلات، ولكن الجميع يحاول أن يحقق ذلك. طبعا إذا الولايات المتحدة إذا استطاعت أنه تساعد في هذا المجال في هذا الاتجاه سوف لا تتردد في ذلك. كيف تقرؤون وضع تنظيم داعش بعد احتلال يعني مدينة أو محافظة نينوى، أو بعد مرور تقريبا سنة على احتلالها وتقدمه في احتلال مناطق أخرى في محافظة الأنبار، وكيف ترون طريقة التصدي لهذا التنظيم؟ الولايات المتحدة تفتخر جدا بشراكتها مع الحكومة العراقية، قوات الأمنية العراقية ضمنها البيشمركة والقوات العشائر السنية، ونعتقد أن هذه والتحالف قوات التحالف وقوات الأمنية العراقية وخاصة مشاركة التحالف في هذا سوف نهزم داعش، ونعتقد أننا لدينا أثر فعال بهزيمة أو بدفع إلى الخلف ولا يتقدم داعش هذه. وكذلك الأمر في سوريا، فقوات الحكومية استطاعت أن تستعيد الكثير من الأراضي من التي كان يسيطر عليها داعش، الانتصارات في تكريت وكذلك في ديالة وفي جرف الصخر، هذه انتصارات مهمة. وبالتأكيد أن الرمادي كانت انتكاسة وليس في واحد سعيد بذلك، ولكن أعتقد أنه وهنا نتطلع لرجوع الرمادي إلى الشعب العراقي، ونحن نفتخر بهذه المنظومة التي اتخذتها الولايات المتحدة والتحالف. نحن تعرفون احنا نوفر الضربات الجوية، واعتقد ان الضربات الجوية كانت لديها اثر كبير على داعش، ان هزيمة داعش هي ليس حاليا الوضع ليس كما كان قبل 10 أشهر، فالان لا يستطيع داعش ان يتحرك بقوافل كما كان أو يجابح القوات العراقية كما كان قبل 10 أشهر. فالعمل مع القوات الأمنية العراقية، نحن نعدل التكتيكات لكي تكون أكثر تأثيرا ضد داعش. أنا حصلت على إحصاءات، نحن حطمنا في الأسابيع القليلة الماضية 86 سيارات مدرعة مفخخة شاحنات، وإحنا الآن نستطيع أن نضربهم أحسن من السماء ونضعف فعاليته. وكذلك ساعدنا القوات الأمنية العراقية من خلال تبرع ب 2000 صاروخ على الكتف، وهذا كان جزء من مناقشات لدولة الرئيس الوزراء خلال زيارته في نيسان في واشنطن، وهذا أرسلنا هذه الصواريخ مباشرة إلى العراق وتم توزيعها إلى القوات. ومن خلال الأسابيع القليلة الماضية وشاهدناها بأنه استخدمت ضد هذه الدروع، ضد الدروع، ضد الشاحنات المفخخة. فنحن نساند القوات الأمنية العراقية من خلال الجو، وكذلك بمساعدتها على مستوى الألوية، وكذلك نساعدهم من خلال الاستخبارات وكذلك المعدلات. وهنالك في لدينا مبلغ 1.6 مليار من المعدات نقدمها للعراق، سوف ترون أن هذه المعدات سوف تجي خلال هذا الصيف وتكون لك تأثير كبير. تعرفون أن داعش هي تهديد كبير ويجب أن نأخذه بجدية، ونعتقد أن الشراكة بين العراق وكذلك التحالف الذي يقوده أمريكا أعتقد لديه تأثير كبير عميق ضد داعش. تحدثتم عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية وللجيش العراقي بأكثر من محور. السؤال هنا، هل سنشهد عمليات برية تقوم بها القوات الأمريكية ضد تنظيم داعش في بعض المدن العراقية؟ هذا لم يتم مناقشته.
نحن نزود كما قلت طلبات جوية والاستخبارات من المشورة والمساعدة والمعدات، ونعتقد بأن القوات الأمنية العراقية هي كافية وقادرة على هزيمة داعش على الأرض. صحيح أن الضربات الجوية لا تهزم فقط داعش، ولكن القتال الفعال بضمنها القوات الحشد الشعبي والبيشمركة وكذلك مقاتلين العشائر السنة سوف جميعها تقوم بهزيمة داعش. في موضوع احتلال تنظيم داعش لمدينة الرمادي، هنالك أكثر من تصريح صدر بهذا الشأن، هنالك من قال أن هنالك يعني انسحابا مبرمجا أو تكتيكيا، رأي آخر قال أن هنالك انسحاب غير مخول، الذي انسحب لم يكن مخول بالانسحاب، وهنالك من تحدث عن مؤامرة. كيف ترون المعطيات على الأرض؟ هذا موضوع بالنسبة للقوات الأمنية العراقية والحكومة العراقية. أنا كما سمعت هذه التصريحات مختلفة كما سمعت، وهذه الأمور تعود إلى الحكومة العراقية للتحقيق في هذه الأمور ومدى صحتها. نحن نركز على مساندة القوات العراقية لإعادة تحرير الرمادي ووادي نهر الفرات ودفع داعش إلى الخلف، وكذلك في تحرير الموصل، ولهذا السبب نحن نركز عليه. يعني كجيش أمريكي وكإدارة أمريكية، لا يعني هل تعرفون ما السبب في السقوط تحديدا؟ هل تعني بالرمادي؟ الرمادي. مرة أخرى، أن هذا شيء لم ندرسه أو مخرطين فيه. بالنسبة للمشورة، نحن نجلس مع القادة العراقيين مساعدتهم في بناء استراتيجيات وكذلك الأمور اللوجستية لهزيمة داعش في البلاد، وسوف نستمر في هذا الشيء. طيب، في موضوع المستشارين الأمريكيين في القواعد العراقية المنتشرة في صلاح الدين أو في الرمادي، الملاحظ في الفترة الأخيرة أن المستشارين الأمريكان يعني يتواجدون في قاعدة، مثلا في قاعدة التقدم، وفي نفس المكان هنالك قوات من الحشد الشعبي. هل سنلمس تعاونا مباشرا ما بين المستشارين وقوات الحشد الشعبي؟ أنت صحيح أن الرئيس أوباما بالمشورة وبطلب من رئيس الوزراء العبادي خول عدد مضاف من الأفراد العسكريين العراقيين، والغرض هو لتقديم المشورة ومساعدة القادة العراقيين في الجيش لإعادة تحرير الرمادي وكذلك وادي الفرات. فإن الوجود العسكري الأمريكي هنالك كذلك هو لمساعدة في التدريب، ليس فقط القوات الأمنية العراقية، ولكن كذلك القوات المحلية الذين يتحضرون للاشتراك في هذا القتال. وأعتقد أنه هذا برنامج ناجح جدا، وأن هذا هو المدى في جهدنا. وما يتعلق في تنسيقنا، نعمل مباشرة مع القوات الأمنية العراقية فيما يخص التدريب الذي يجري في الحبانية والتقدم الآن. في موضوع حكومة السيد العبادي، كيف ترون هذه الحكومة؟ هل ترونها متجانسة؟ كيف ترون تمثيل المكون السني تحديدا في هذا الشأن؟ كما ذكرت مبكرا، أن رئيس الوزراء عبادي ناجحا. أريد أقول أن زيارة تاريخية في شهر نيسان في واشنطن، التقى الرئيس وكذلك القادة الرئيسي في الكونغرس، فهو أظهر أو أثبت التزامه خلال تلك الزيارة لجمع العراق وتخلص العراق من داعش، وكذلك تقدم العراق بما يخص المصالح الوطنية والتنمية الاقتصادية وتأسيس العراق في وضعه الطبيعي في العالم العربي. أي شيء قاله، جميعها مبادئ أن تود أمريكا أن تساعد هذا الشعور، لذلك نتطلع الكثير لمساعدة رئيس الوزراء طبعا في مكافحة داعش وكذلك تقوية ووحدة وسيادة العراق. في ضوء ما يمر به العراق من مشاكل أمنية، يعني مع وجود حرب مستمرة للحكومة أو للجيش العراقي مع تنظيم داعش، هنالك من يتحدث عن سيناريوهات محتملة قد تحدث في العراق
هناك من يقول أن العراق قد يقسم إلى دويلات أو يذهب إلى أقاليم إدارية أو إدارية اقتصادية. كيف تقرؤون الوضع العراقي الحالي؟ هذه طبعا هذه قرارات على العراقيين أن يتخذوها. طبعا ما يتخصه بالأقاليم لا أرى أن الولايات المتحدة ليس لديها دور في هذا الإطار، بمعنى أن سوف نستمر بمساندة عراق موحد وكذلك بتطبيق الاتفاق الاستراتيجي التي تنص طبيعة تنسيقنا وتعاوننا مع العراق، وكذلك سوف نساعد رئيس وزراء وكافة القادة العراقيين بمختلف الطوائف في من خلال عملية بنائهم للعراق في المستقبل. هل تدعم الإدارة الأمريكية إقرار قانون الحرس الوطني بالذات في المناطق السنية التي تشهد مشاكل أمنية مع تنظيم داعش؟ وهل ترون أن قضية تشكيل يعني حرس وطني من نواة الحشد الشعبي إجراء مفضل لديكم يعني؟ الحرس الوطني هي ظهرت السنة الماضية خلال يعني مجيء الحكومة الجديدة، وهذه شيء منصوص عليه في البرنامج الحكومي. مجلس الوزراء طبعا أقره وقدمه إلى البرلمان. الولايات المتحدة سوف تبحث عن طرق لمساعدة العراق في مساعدة مشروع الحرس الوطني، وتبدو بأنها سوف تنجح وسنكون مساندين لها. طيب يعني كيف تقرؤون العلاقة للعراق مع حليفين هما إيران والولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفق مفاوضات مستمرة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني؟ كيف تقرؤون وضع العراق الحالي ما بين الحليفين؟ طبعا أمريكا لديها شراكة مع العراق، لدينا اتفاقية استراتيجية، إطار استراتيجي التي تتضمن المحور الأمني، ولكن محورات أخرى، هناك تعاون اقتصادي وتقني، ونود أن يستمر هذا الشيء. أعتقد أن العراق إن أمريكا تساعد العراق في 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 تقدم العراق من ناحية الصناعية وكذلك الزراعية، وكذلك ونود استثمارات جديدة تأتي إلى العراق، ومن كذلك من الشركات المالية الدولية. وأمريكا تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في هذا الإطار لمساعدة العراق. وفيما يخص مساعدتنا بالنسبة للمساعدة الأمنية للعراق، عندما تطردون داعش ندرك أن بالتأكيد أن العراق سوف يكون لديه هنالك علاقات وثيقة وقريبة مع إيران لأنه جيرانه ويشارك معه في حدود طويلة، وليس هناك ولكن فيما يخصنا نحن لدينا شراكة كبيرة مع العراق. نعم. في الموضوع أو في الجانب الاقتصادي هنالك من يقول أو خبراء آراء لخبراء اقتصاديين تقول أن العراق الآن مفلس ويمر بوضع اقتصادي سيء، يعني ماذا ترون في مستقبل العراق الاقتصادي بهذا الشأن مع وجود حرب مستمرة مع تنظيم داعش؟ طيب بالتأكيد نعم، كما قلت هذا وضع فترة صعبة جدا اقتصاديا لأنه الحرب ضد داعش طبعا تشكل تحديات اقتصادية عديدة، وسوف يعني ويمر بوضع صعب، ولكن في نفس الوقت أنا متفائل جدا بالنسبة للمستقبل الاقتصادي للعراق. لديكم خامس احتياطي للنفط في العراق، وأعتقد أن الخريطة الجيولوجية توسعت، يعني اكتشفتم اكتشافات نفط أكثر، وسوف تكون أغنى دولة في العالم. وفي نفس الوقت لديكم في ثروات طبيعية في كبيرة في وكذلك في صنع السلع في وتوفيرها للشرق الأوسط،
وهنالك الكثير من الأطراف طبعا أمريكا من ضمنها تتطلع للتطور والتعاون الاقتصادي مع العراق في المستقبل. أعتقد أن الحكومة أن تتخذ بعض الخطوات لتسهيل الاستثمار وللإسراع في وأتطلع إلى العمل مع الحكومة لمساعدتهم في المستلزمات التي يتطلبها رجال الأعمال في العالم. وأعتقد أن هذا المجال ممكن أمريكا تساعد فيه. لدينا التكنولوجيا وكذلك في عندنا رأس المال للعراق يستطيع أن يفيد، وكذلك المساعدة التقنية الفنية التي ممكن تكون تفيد العراق. وأعتقد أنه هذا صلب الاتفاق الاستراتيجي، وعلينا أن نعمل على هذا المجال بمجرد القضاء على داعش. في موضوع آخر، موضوع معركة الحكومة أو معركة الجيش العراقي مع تنظيم داعش في مدينة الموصل، وهي المدينة التي احتلت من قبل التنظيم في 9 حزيران، وكانت أولى المدن التي سقطت بيد التنظيم. هنالك اختلاف أصبح بموضوع توقيت هذه المعركة ما بين الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف العراقية. هنالك من يقول أن هذه المعركة كانت لابد أن تكون قبل تحرير الأنبار، وهنالك رأي آخر قال أن المعركة يجب أن تكون بعد تحرير أو تحرير مدينة الرمادي. يعني معركة الموصل كيف ترونها وفي أي توقيت تكون؟ هذه القرارات للقوات العراقية الأمنية أن تقرر. طبعا أمريكا سعيدة ومسرورة لمساعدة القوات العراقية الأمنية في توفير المشورة وكذلك الضربات الجوية والاستخبارات وكذلك المعدات خلال التحرير، لكن هذه القرارات تعود إلى القوات العراقية الأمريكية وليس لكم. سوف لا يكون يعني من شيئا مناسبا انه ادخل في التفاصيل العمليات في هذا المجال. كانت هنالك اراء لبعض الخبراء او السياسيين الامريكان بخصوص مدينه بيجي، المدينه الغنيه بوارداتها النفطيه وبوجود اكبر مصافي العراق فيها. المدينه تشهد كر وفر ما بين القوات العراقيه وتنظيم داعش، وهنالك سيطرة مستمرة لهذا التنظيم على المدينة وتحريرها من قبل القوات العراقية وهكذا. ما الذي يعيق تحرير هذه المدينة برأيكم؟ أعتقد كان هناك في قتال شجاع في مناطق محيطة ببيجي من قبل القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي، وضربات الجوية عملنا هناك وقللنا من فاعلية داعش هنالك. طبعا كلنا تعلمنا من هذه العملية وكيف أنه داعش يحاول يسيطر على تلك المنطقة. هل ترون أن العراق سوف يشمل بمجموعة مساعدات تسليحية متميزة ونوعية خاصة بعد اجتماع الدول السبع الصناعية؟ هذا نقطة جيدة. في قمة السبعة كل جميع الحكومات تكلموا بلغة واحدة، وهو المساندة القوية للحكومة العراقية وحكومة دولة رئيس الوزراء وكذلك القوات الأمنية العراقية. وما يخص الولايات المتحدة الأمريكية سوف نستمر بمساعدة القوات الأمنية العراقية كما ذكرت مسبقا، فهنالك في مبلغ 1.6 مليار دولار مخصصة لتجهيز معدات على مستوى اللي تحتوي على العجلات وكذلك الإسعافات الطبية على الأفراد وما إلى ذلك. وسوف نأخذ ما يتطلب الأمر من خلال الضربات الجوية وكذلك المشورة وكذلك التدريب وكذلك تجهيز المعدات وتبادل المعلومات الاستخبارية، ونعمل كل شيء لمساندة القوات الأمنية العراقية ولغرض الهزيمة داعش، وهذا الشيء نهدفه له. السيد ستيوارت جونز السفير العراقي في بغداد، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وتقبلوا تحيات محدثكم عبد السميع عزاوي، وإلى لقاء آخر.